منير تعال سلم على عروستي. اهلا وسهلا، الف مبروك يا هانم، احنا تشرفنا جدا لان زكي. ايه انت هتتجوز عروسه خشب؟ انا بتمرن يا عبيط على ليله الفرح والزفاف. خايف يا منير لا تلخم وتبقى حاجه تكسف. وانت خلاص نويت؟ خلاص. الف مبروك. الله يبارك. فرحت لك من كل قلبي والله. الله يحفظك. لكن قول لي بقى، ايه مين العبقريه اللي عرفت تجيب رجلك وتحطك في القفص؟ هي. طب ما هو لازم تكون هي، امال هيكون هو؟ لكن هي مين؟ الهام. الهام؟ الكثيرة بتاعت الشركة؟ بالظبط، إيه رأيك فيها؟ صحيح يا زكي، هي ظريفة ولطيفة جدا وجميلة، لكن يعني يعني لا، أنا قصدي يعني مش معقول أبوك يوافق يجوزك من بنت تشتغل عنده في الشركة. أهو ده اللي أنا خايف منه يا منير. أنا بحب إلهام من كل قلبي، وخايف بابا يعارض في جوازنا وتكون صدمة عليا كبيرة قوي. 100% هيعارض. بقى معقول يوافق يجوز ابنه وريثه الوحيد من بنت كيسي غلبانة؟ يا اخي ده انا مستنيك من الصبح عشان تحل المشكلة دي. والله بقى ما عنديش استعداد للمشاكل العاطفية، انا راجل بتاع حسابات، حسابات وبس، مش معندي الميزانية يا اخي. منير. ايه؟ ما تنساش ان احنا اصدقاء وزملاء في الدراسة من زمان. اهون عليك تسيبني اتوحي لوحدي؟ لا ابدا. عشان خاطر الصداقة اتوحل معاك، اغرق معاك، اروح في داهية معاك. ميرسي يا منير، ميرسي. زكي، لو ابوك طردني فانا هشحت معاك. يا راجل ما تبقاش متشائم بالشكل ده. لا يا استاذ، انا عارف ابوك كويس جدا، درجة حاطط مناخيره فوق، يعني لازم يجوز ابنه لواحدة من فوق. انت ايه، ما انتش عايش في الدنيا؟ مفيش دلوقتي تحت وفوق، مفيش حد يتميز عن التاني الا بالعمل. وانت بس غلبتني في النقطة دي يا زكي. بس كده انا هفكر معاك. زكي. اهرش معايا. اهرش ليه؟ عشان تفكر معايا، التفكير ما يجيش الا بالهرش. اهرش. هرشنا اهو. زود الهرش، زود بس في الحته دي. ايوه بس خلاص. خلاص ايه؟ خلاص يا زكي. ايه؟ فضل الصوابع يزغزغ في مخي. ايه؟ لما وصلت للحل السعيد لمشكلتك العويصة. برافو عليك يا منير، برافو. وايه الحل السعيد؟ اسمع يا زكي. ايه؟ الشجاعة والإقدام هما الطريق الوحيد اللي هيوصلك لإلهام. ازاي؟ تخش على أبوك بكل شجاعة، تقول إنك بتحب إلهام وعايز تجوزه. يلا. ونهب فيا ولا اطلع بره؟ اطلع. اطلع فين؟ بره. وبعد ما اطلع بره اتجوز حبيبتك ورزقك ورزقها على الله. معاك حق يا منير، اللي بيحب حب صادق لازم يضحي بكل شيء في سبيل حبه. ايه يعني؟ فيها ايه لو الواحد اتجوز واحده فقيره؟ هو الفقر عيب؟ المهم هو الشرف. يا علام، الكلام ده مظبوط يا زكي يا ابني، الفقر مش عيب، المهم هو الشرف. صحيح يا بابا. صحيح جدا، ولهذا السبب انا جاي لك مخصوص علشان اتفاهم معاك على شيء مهم جدا. طب احس كده استاذن انا يا فندم. لا لا لا، خليك، انت مش غريب يا استاذ منير. ايه خير يا بابا؟ الرجل العاقل يا ابني مش لازم يقعد من غير جواز ابدا. تمام يا بابا. اذا ايه رايك في الهام الكثيره بتاعتنا؟ الهام دي بنت كويسة جدا وست بيت ممتازة، يعني تصلح تكون زوجة؟ يا سلام، دي تصلح تكون أحسن زوجة في العالم. الهام. الهام دي بنت حلال ومؤدبة جدا وأخلاقها عالية جدا يا بابا. يعني موافق عليها؟ طبعا. الهام. الهام ده احنا كلنا موافقين، موافقين جدا جدا. طيب باركولي يا جماعة، هتجوز الهام. هيتجوز الهام. هيتجوز الهام. يا بابا. ايه مالك بابا؟ انت صحيح هتتجوز الهام؟ اجل يا اخي، بقى لي 5 سنين عازب بعد وفاة والدتك،
وبصراحة كده أنا ما أقدرش أقعد من غير واحدة ست. وهي وافقت؟ يا مين؟ والدتك؟ لا، إلها. تحطير من الفرح. أنا بكرة هكتب الكتاب وبعدين هاخدها معايا على العزبة نقضي شهر العسل. إيه رأيكم في الخبر السعيد ده؟ سلام يا عمي، ده خبر سعيد بشكل. ميرسي. عن إذنكم بقى هروح أجيب الشبكة. عقبال عندك يا زكي، عقبال عندك أنت كمان يا منير. ميرسي قوي يا عمي، متشكرين خالص، ميرسي جدا. ايه استاذ؟ ايه ازاي صحتك؟ وانا بقى في صحه يا منير. تصور يا منير، تصور بابا هيتجوز الهام. ازاي تريها كسلت تستناك لما تورث ابوك، فاختصرت السكه وجوزته هو. المجرمه الخاينه حطمت قلبي. لا اسمع، خليك اسد امال. ايه يعني يا سيدي واحده؟ الدنيا مليانه جنس لطيف يا اخي. جنس لطيف؟ اه، ده لازم يسموهم الجنس الفظيع، الجنس الظالم. منير، انا لازم انتقم، وزي ما جرحوا قلبي هجرح قلبهم. مش معقول يعني، افرض واحده عملت كده تنتقم من كل الستات يا زكي؟ ايوه. طب ناوي تعمل ايه؟ ناوي اعمل ايه؟ قول لي ناوي ما تعملش ايه منير. أنا حوريهم الويل. مبروك يا سمير. عقبالك انت كمان يا رب، من بقك لدفتر المأذول. يا ترى عريسك حلو كده زيك يا سمير؟ طبعا، هي أختك ترى علوات. اسمه ايه؟ زكي صابر. صبرني يا رب. يا بخته يا هناه، ده والنبي أمه دعياله. طبعا دعياله، وهي لو ما كانتش دعياله كان لقى عروسة أمورة زي بنتي كده. يخشى عليها. ريا. أيوة أنا جاية أهو. عن إذنكم. أنا مشغول قوي. ليه كف الله الشر؟ بقينا نص الليل والعريس لسه ما جاش، والمعازيم بيسالوني عليه، والمأذون قرب ينام. طب وبعدين هنعمل ايه؟ روحي اعملي له كنكه قهوه ساده عشان يصحصح. يا ندمتي، قهوه ساده في يوم فرح بنتي؟ لا ده فال وحش. هو فال وحش صحيح، لكن هنعمل ايه؟ روحي بسرعه اعملي القهوه. حاضر، امري لله. مبروك يا ايفون. ميرسي يا حبيبتي. والعريس اسمه ايه يا ايفون؟ اسمه زكي. زكي حنا. ربنا يهنكم ببعض. ميرسي. الله، انما العريس اتاخر كده ليه؟ عايزين نشوفه بقى. خ دال زال ر دي كبيرة، لم ألف لام ميم نون ايه. ما شاء الله، انت بتذاكر عشان امتحان الحضانة يا استاذ؟ لا، انا براجع الحروف الابجدية اللي على 29 دبلة. طب ال 29 دبله دول بتوع ايه؟ افهم. الحروف الابجديه من الف لايه؟ كم حرف؟ اقول لك. كاف لام الف ظا 29 حرف. اهم الدبل دول بعدد الحروف الابجديه، كل دبله عليها حرف. برضو مش فاهم. افهمك. الدبل دول هشيلهم في جيبي، كل ما اقابل واحده واخطبها اروح مطلع من جيبي الدبله اللي عليها اول حرف من اسمها واروح ملبسها لها. نجية نون، تحية ت، أنا تينا تي، أم حنفي أو. يا خبر اسود، على كده الدبلة اللي عليها حرف ميم عشاني أنا. يا منير يا صديقي، كل شيء اسمه ونصيب. يا أخي لا، مش كل الطير اللي يتاكل لحم يا أستاذ. ده أنت لو خطبتني وهربت يوم كاتب الكتاب أخرب بيتك. ده شرف سمعتي يا حبيبي. يا أستاذ، أنا لو قابلت تلات أربع بنات شبه حضرتك هتوب عن الستات طول عمري. طب وماله؟ أهي الوحاشة في الوقت ده تبقى نعمة على صاحبتها، تبقى وثيقة تأمين ضد الذئاب أمثالك. ذئاب إيه يا أفندي؟ هو اللي يلبس واحدة دبلة يبقى ذئب؟ لا، هو في الحقيقة يبقى عريس. أهو كده الكلام. أه، تعرف؟ إيه؟ أنا إمبارح كنت عريس لعروستين. بتقول إيه؟ عريس لعروستين. عروستين؟ الآنسة سهير محمود ومدموازيل إيفون بطرس. يا نهار أبوك أسود؟ سهير محمود وايفون بطرس؟ اه. لا مش معقول. طب فهمني، انت كتبت كتابك عليهم الاثنين في ليله واحده؟ لا ما حصلش، لا كتبت كتابي على دي ولا كتبت كتابي على دي. لا ده انا هتجنن، عقلي هينط من دماغي. امال اتجوزتهم كده شافه يا زكي؟ يا استاذ افهمني، انا ما اتجوزش ابدا،
كل ما في الامر ان انا اشبك البنت من دول بدبله واتفسح لي معاها ليلتين واروح مفلسعه. لا طب مش حرام عليك تكسر قلب بنتين من بنات حواء في ليله واحده؟ ما انا كمان كسرت قلبي واحده من بنات حواء، وعشان كده انا بنتقم من كل البنات. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله منك. لا مؤاخذه، عزيزه وقعت. طب الحقها. الو، ايوه النمره بالظبط يا فندم. ايه؟ اكلم بوخ؟ انت وصلت لطوخ؟ لا ده لازم بابا. الو، ايوه يا بابا، انا زكي. ازيك يا بابا؟ وحشتني قوي يا بابا. وازاي صحتك يا بابا؟ نعم، انا طلبتك علشان ابلغك خبر كويس قوي. جبت لك حاجة حلوة خالص. جبت لي حاجة حلوة؟ حاجة حلوة؟ هو لحق يخلف أوام بالشكل ده؟ طب وإيه الحاجة الحلوة اللي جبتها لي؟ نعم؟ عروسة؟ عروسة لي أنا؟ طبعا لك، أمال لي أنا؟ أنا ما اتجوزت خلاص، نقيت لك عروسة على مزاجي. لكن يا بابا لازم العروسة تكون على مزاجي أنا، لازم أختارها بنفسي، مش معقول أتجوز واحدة لا أعرفها ولا عمري شفتها. أنا شفتها بالنيابة عنك وخطبتها لك من أبوها السيد عمر المنجاوي اللي عزبته جنب عزبتنا، واسمها أمينة. اسمها أمينة، اسمها باترينا. أنا ما أقدرش أتجوزها لما أشوف شكلها إيه؟ طويلة قصيرة، عجوزة صغيرة، عينيها سليمة ولا عمشة، بتمشي على رجليها ولا على إيديها؟ أنت بتخرف يا ولد؟ أمينة بنت السيد عمر ما فيش أجمل منها ولا أحلى منها ولا أكمل منها. وفوق كده كمان ابوها عنده 50 بنات، هي اللي هتورثهم. طب وانا مالي ومال مال ابوها؟ يعني مش عاوز تتجوزها؟ تعرف ان ما اتجوزتهاش لا انت ابني ولا عرفك. هتبرى منك، اخلف عيال تانيين واخليهم يورثوني. اتكلم، هتتجوزها ولا بتتجوزهاش؟ يا بابا حلمك عليا شويه، عايز اقول يعني. لا لا ما تطولش بالي، انا عايز كلمه واحده. حاضر حاضر، هتجوزها. مبروك عليك أمينة. اسمع بقى، هي كانت موجودة مع أبوها في العزبة وسافروا من امبارح على مصر، تلاقي عنوان بيتهم في دفتر التليفون، تروح لهم تزورهم علشان يتفرجوا عليك، وتاخد معاد من أبوها علشان كتب الكتاب، وبعدين تديني خبر علشان أحضر. مبروك عليك كمان مرة. الله يبارك فيك. المصيبة دي نكبة. بالعكس دي نجدة، نجدة البنات الناس اللي كنت بتضحك عليهم. ايه حضرتك فرحان فيا شمتان فيا؟ ابدا، بس عارف ابوك كويس، اهو ده قضاء وقدر، محدش يقدر يرده ابدا. انا هفرقع. ليه؟ ما النتيجة دي كان لازم تحصل. اسمع بقى يا ابو الزيد، انت فكرنا في سهرة ممتعة نودع بيها حياة العزوبية. وهنصرف فين؟ ايه رأيك في كازينو الهولا هوب؟ اصل نعرف هناك رقصة مدهشة، تمثال حي للجمال الرائع. بيني وبينك في بيني وبينها جو بس على خفيف. طب ما قلتليش الحكايه دي من زمان ليه؟ انا كنت اقدر اقول لك عشان تلهفها يا ذئب يا ثعلب، ده انت كده على ودن وما بتونش، لكن دلوقتي ما دام هتتجوز خلاص الجواز هيكسر سمك. تفتكر كده؟ افتكر ونص. صاحبتك سمينة؟ ايه رأيك فيه؟ Thank you.
ما كنتش عارف ان ذوقك حلو قوي بالشكل ده يا منير. مش قلت لك؟ طب ده انا يا زكي. بس انا اتفرج. حاضر. انا عايزك تعرفني بيها علشان اهنيها على رقصها. نعم تهنيها ولا تلطشها؟ حاجه انا عارفك تلطشها ايه، ما انا حطيتش خلاص هتجوز. فعلا عندك حق. يلا بينا. يلا ادخل. ايه ده، تعالى هنا مصروف كده ليه؟ مش استنى لما اشوف الجو جوه عامل ايه. اتفضل. بونسوار. زي ما قالت لك ما جبتليش معاك علبة الدخان. لا والله يا عمي اسف نسيت المرة دي. امال جايين ايه؟ بس يا بابا بس. اهلا منير ازيك؟ كويس. انا معايا الاستاذ زكي صديقي وشافك ومعجب جدا براسك، عايز اتعرف عليك. صحيح؟ خليه يتفضل. اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا. بابا. الخواجة يا كوم كوهان. ماما استر. فرصة سعيدة جدا. اتفضل اتفضل. حضرته بيشتغل معاك نحاس؟ لا يا عمي ده انا اللي بشتغل عنده، اصل حضرته صاحب شركة عظيمة جدا، شركة اخر موضة. صاحب شركة؟ يا اهلا وسهلا. ايه مرحبتين.
صيدة جامدة قوي. وزع منير من هنا. واجب برضو يا أستاذ منير. أيوة أخوك. وحياة أبوك الدكتور كتب لي الرشدة دي دواء علشان قلبي. أيوة. أعمل معروف توصل وتشتريها لي. لما كل مرة بتاخد حق الدواء اشمعنى أنا اللي هشتريه المرة دي؟ أصل رجليا بتوجعني وقلبي هيوقع. على فكرة هتقولي من الأجزخانة اللي في ميدان الجيزة. جيزة؟ أخبط مشوار من مصر للجيزة؟ ما في أجزخانات كتير قريبة هنا. يا عبيد دي بتبيع دواء رخيص وكمان طازة. طازة؟ قلبي الحق. طب الحاسب طب على مالك. حاضر هشتريه. عن اذنك يا زكي انا اسف مضطر للراجل يموت في ايدينا. اتفضل. انا اسف يا زكي. اتفضل. بيقول لك اتفضل. ده انت لازم. اهلا وسهلا، فرصة عظيمة خالص. مرسي، انا سعيد جدا اللي شفتك الليله دي. يا سلام، سي تري جونتي. ده انت اللي تري قمر. لطيف قوي. والشركة بتاع سيادتك دي رسمالها قديش؟ حوالي 100,000 جنيه. لطيف خالص. خالص خالص. وحضرتك صاحب الشركة لوحدك؟ لا، والدي هو صاحب الشركة وأنا الوريث الوحيد بعد عمر طويل. وليه بعد عمر طويل؟ مش عاوز تتمتع؟ مش عاوز تتهنى؟ مش عايز تتجوز؟ عايز، بس ليا شروط في العروسة اللي تتجوزني. ايه هي؟ بقول يعني يا سلام لو كانت عيونها زي عيونك كده. الله ما تكسفنيش. ويا سلام لو كان قوامها زي قوامك كده. ويا سلام لو كان شعرها زي شعرك كده. الو؟ ايوه يا فندم، هنا شركة اخر موضة. عايز مين يا فندم؟ زكي ليشع. زكي ليشع مين يا فندم؟ انا يا مغفل. الو؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا روح؟ وحشتيني قوي يا حياتي. زاد؟ لا. زاد؟ لا. زاد؟ نعم. الشبكة هجيبها امتى؟ بكرة. هجيبها بكرة والبسها لك بكرة. مع السلامة يا سرينة قلبي، يا سرينة فؤادي. سرينة فؤادك؟ فهمني بقى يا عميد كلية الشياطين الزر، ازاي تخن وتعمل علاقة مع سرينة؟ مش عارف انها حبيبتي؟ أولا أنا ما خنتكش، هي اللي خانتك. ازاي؟ أول ما عرفت إن أنا غني وصاحب شركة، جابت مقشة وكنستك من قلبها. كده؟ أيوة كده. اخصى عليها وعلى أصلها بنت ال... لكن أنت ازاي توافقها؟ ازاي تعمل كده؟ عشان اثبت لك ان الستات كلهم مالهمش امان ويستاهلوا الحرب اللي اعلنتها عليهم. معاك حق يا زكي. زكي؟ نعم. ايدك. انا من دلوقتي معاك في الحرب ضد الحريمات. معاك الى الابد. الى الابد. الى الابد يا زكي. لا مؤاخذة. ايدك. خليها ترن. حرب. الو؟ عايزة مين؟ زكي ايديس ميخاليديس؟ ميخاليديس انت؟ يخرب بيتك. خلو كاليميرا كاتينا، ازاي السيخة بتاع انت وازاي السيخة بتاع امك وابو امك كلا خند الله. اسمعتوا بسيخيمو، انا وماما كلمنا سوا سوا، مسيو زكيديس راجل كويس وبيحبيني وعايز يخرج معايا. ماما كلمته قبل ما تخرج معها لازم يجي يخطبك ويجيب لك السبكه. كلا احنا راح نجيبكوا السبكه وراح نسبكها لك. تمام، اديني عنوان. عنوان تسرى ساره زكي على ايدي سيمان. ساعه نمره كام؟ ساعه نمره فوق ستو. كلا كلا ياسو ياسو
الحمد لله. قوي على كده بقى انت بقيت عريس دولي يا استاذ. لكن قول لي السابكه اللي هتسبوكها خدريتك دي يطلع جنسها ايه؟ الدبله اللي عليها حرف كاف. كالوريديكا كيابتا دي كاسو كالوريديكا كيابتا دي كاسو دبرادي خلوة تاما ياسو جاب واخد دبلة وبسو جاب واخد دبلة وبسو وخلص رخ تبقى مدام ياسو كالوريديكا كيابتا دي كاسو كالوريديكا كيابتا دي كاسو دبرادي خلوة تاما ياسو جاب واخد دبلة وبسو جاب واخد دبلة وبسو وخلص رخ تبقى مدام ياسو كالوريديكا كيابتا دي كاسو دبرا دي خلوة تما زيتو زيتو كاتينا حلوة خلوة موس في أتينا زيتو زيتو كاتينا حلوة خلوة موس في أتينا ريحتينا فرختينا وزعلان ينعل أبو خسو ريحتينا فرختينا وزعلان ينعل أبو خسو زيتو زيتو كاتينا حلوة خلوة موس في أتينا زيتو زيتو كاتينا حلوة خلوة موس في أتينا ريحتينا فرختينا وزعلان ينعل أبو خسو ريحتينا فرختينا وزعلان ينعل أبو خسو اخواني مين الحكايه مش حكايه فرح الحكايه حكايه خب تحبوا تعرفوا ايه 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 الحكايه بس قلتوا من البدايه هي حكايه خب ودار زي حكايه قهوه وبار هي حكايه خب ودار زي حكايه قهوه وبار خب كاتينا في سهر ازار خس القلب ما خدش خسو يلا حبيبتي عشان تلحقي ترجعي نمرتك خلاص يا بابا يلا كنت فين يا بابا كنت برجع الدواء اللي اشتراه للمغفل منير مش احنا اولى بتمنه طبعا اذنك على فين حصل لكاتينا الخياطة عشان تلحق تخلصي فستان الفقر عندك حق العريس جاي بكره لازم تظهري قدامه بمظهر كويس ها باي 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 اما حته جوازه ما كانتش على بالنا يا استاذ بونسوار مدام بونسوار مرمازيل سارينا ايه الحكايه عندكم فرح ولا ايه ايوه عقبال عندك كاتينا خطوبتها الليله الف مبروك فين هي عرف ما عرفها اتفضلي استاذ
هادي فيريا هادي باسي تاولا ألف مبروك يا كاتينا، مش كنت قلتي لي عشان أرقصلك؟ معلش عشان حتى المفاجأة. عريسك حل؟ حلو قوي. خلاص إيه؟ أهو. أنهي فيهم؟ أهو اللي لابس نظارة. زيتو 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 كاتينا. زيتو 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 كاتينا. زيتو 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 كاتينا. لكن ليش؟ دخلتيني أنا. أخبنا يا مو ياما دي عاملة تعملها يا خاين أبدا ده أنا مش أنا ده أنا أخويا طب خد أي يا خطيبك راح فين يا كاتينا راح خد قلبي وراح راح 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 خد أملي وراح راح 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 خد نور أيامي خد من أخلاقي يا منير اصلي من غير نظاره ما بعرفش اسمع لا انت ليك حق قوي من اللي حصل صباحيه مباركه يا استاذ ضلوعي ضلوعي يا منير ضلوعي انت ايش مش تاخد غيرها خد بقى افطر افطر خد ايه ده عامل لك سندوتش انما ايه بقى مش معقول سندوتش بايه جبنه رومي جبنه رومي ايه النهارده لا هاكل لا جبنه رومي ولا ديك رومي ولا اي حاجه فيها رومي كفايه العلقه الرومي اللي كلناها امبارح ولسه يا استاذ ده عقبال ما تخلص ال 29 دبله اللي في جيبك هنكون خدنا 29 علقه انما ظبط انا مش فاهم ايه اللي جاب سرينا عند كاتينا اسمتنا السودة لازم الاثنين يكتشفوا انك بتلعب عليهم وينزلوا فينا ضرب ويمسحوا بينا الارض يا خساره يا خساره طاروا مني العروستين من قبل ما اخد لي معاهم يومين حلوين اسمع يا زكي ايه متهيألي كفايه انتقام لحد كده واتجوز العروسه اللي قال لك عليها ابوك والنبي ما تجيبليش سيره المصيبه دي الاخرى ما دي مصيبه لابد منها يا اخي طب ما انت عايز ابوك يغضب عليك ويحرمك من الميراث ولا انت لسه ما شبعتش ضرب الله العظيم يا منير لما انضرب بالقنابل حتى عشان اغير مبدئي لا مش هتجوز طب مش جايز العروسه تطلع حلوه لما تكون ملكه جمال حتى مش هتجوز طب بس مش هتجوز وانا مش هتجوزه يا بابا لا هو ولا غيره انا عايز اخلص تعليمي في الجامعه وبعد كده هفكر في الجواز جامعه وافرض انك اخدت ليسانس منتظره ايه هتكوني زوجه على درجه مدير عام زوجه وبس اعمل معروف يا بابا ما نتكلمش في الموضوع ده انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي امال هتفكري فيه امتى لما تبقي عجوزه لما شعرك يشيب لما اسنانك تقع افهميني زكي ابن صابر به ده عريس لقطه يا بابا مش يمكن ما يعجبنيش مش يمكن ما يليقليش انا متاكد انه هيعجبك انا صحيح ما شفتوش لحد دلوقتي انما والده كلمني عنه قال لي انه شاب مثقف ومهذب وخام شيء جميل قوي يا بابا بنت متعلمة زي تتجوز واحد خام ازاي هنعيش انا وهو ازاي هنتفق انا وهو مش يمكن لما تشوفيه تغيري رأيك فيه مستحيل يا بابا انا ما اقدرش اتجوز واحد من غير ما اكون بحبه على اذنك تحبه والله عادي ادي اللي ناقص ده شيء جميل جدا معقول يا انكل برضه والله ايه هو اللي معقول هي معاها حق اصل الجواز ده لازم يسبوع حبي حب حبك برص منك لها
انا ما عنديش بنات يتكلموا عن الحب. انجري من قدامي. شوفيها بتعمل ايه. انجري من قدامي. انجري من قدامي يعني انجري. انجري يعني ايه؟ انت تقول لي جامعه. قال ايه اللي جرى لباباك يا امينه؟ انا عارفه هو عاوز يجوزني بالعافيه الواحد ما عرفوش. لازم يعرف ان الدنيا اتغيرت وان البنت لازم تختار شريك حياتها. انت تقبلي تتجوزي واحد ما تعرفيهوش؟ اقبل هو انا لاقيه؟ مستحيل يا محاسن مستحيل. ثم انا اديته كلمه. اللي هو مين؟ عادل زميلي في الكليه. ما دام الحكايه بقى فيها زميلك في الكليه يبقى اللي جابلك يخليلك يا حلوه. الحقيقه انا ما كنتش عايزه اقول لحد السر ده، لكن انت بنت خالتي وتتمني مصلحتي. انا وعادل بنحب بعض من سنتين واتفقنا ان احنا نتجوز اول ما نخلص كليه السنه دي. ينضرب في قلبه عادل. لا الحب كده والنبي كده ونص. ايه رايك في اللي يعمل لك مقلب في العريس ده ويخليه ما يجيش يخطبك؟ ازاي؟ شوفي يا ستي، نبعت له صوره من صوري بتاعه المدرسه وانا بمثل روايه الست اللي كانت درع جوزها ونقول له انها صورتك. طب افرضي انه شاف الصوره وعجبته وطلب انه يتجوزك. خلاص ده يبقى من بختي وتبقى عقودتي انحلت وعقودتك انت كمان انحلت. والله فكره مدهشه، بس اوعي بابا يعرف. ولا تخافي، هو انا عبيطه ولا عبيطه عن اذنك؟ اتفضلي. يا واقعه سودة. حضرتك حافظها ولا لا؟ هي ايه دي؟ آية الكرسي. ليه؟ يا نهار اسود، ايه دي؟ صورة العروسة؟ مش معقول يا راجل يقول كلام غير ده. دي تلاقي صورة ام ايه؟ وحياتك يا منير يا اخويا العروسة. يا ساتر يا رب. ابوك ده شكله ايه؟ لو كان يعني عايز ينتقم منك، ينتقم منك بطريقة أرحم من كده شوية. ينزل فيك 3 أشهر ضرب، يسجنك 6 أشهر، إنما دي لأ، دي محدش يجوزها أبداً. دي كده يحطوها في جنينة الحيوانات ويفرجوا الناس عليها ويدوهم فلوس كمان. منير. إيه؟ أنا هنتحر بالسم أو بالرصاص. رصاص؟ هو الرصاص يا أستاذ مفعول ومش هيكون أقوى من الست بتاعتك دي. أنت بقى تتجوزها كده وتموت شهيد. حضرتك بتنكت؟ بتهزر؟ أنا جاي لك علشان تشوف لي حل في المشكلة دي. ما أقدرش يا أستاذ. ما أقدرش أمنع انتقام القدر. قصدك إيه؟ قصدي يعني ربنا بعت لك العروسة دي عشان ينتقم منك، ينتقم من البنات اللي ضحكت عليهم وهرب. اهرش 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 ليه؟ اهرش. اديني هرشت بس ليه أفهم؟ عشان تشوف لي خلاص من المشكلة دي. أنت مصمم على الخلاص؟ طبعًا. طب أنا عندي حل بس من غير هرش. الحقني بيه. الحل ده بقى خطير جدا وينقسم قسمين. قسم قبل ما نروح بيت العروسه. وقسم بعد ما نروح بيت العروسه. اسمعي بقى، يكون في علمك العريس جاي النهارده علشان يلبسك الدبله ويقدم لك الشبكه. مفهوم؟ جاي جاي صحيح؟ طبعا صحيح. هو كلام عياد؟ ضرب لي تليفون وقال ان الصوره عجبته وبناء عليه جاي على ملا وشه. مبروك يا محاسن. الله يبارك فيك يا امين. عقبالك. ايه هو ده؟ مين فيكم اللي اتبارك للتانية؟ قصدي الفرحة مبرجلاني قوي يا بابا. ومبرجلاني انا اكتر يا عمي. الف مبروك. شوف مين يا عم. ده لازم العريس. انا عايزك تكوني كويسة جدا. عايزك تطولي رقبتنا، مش عايز المقالب بتاعتك دي. مفهوم؟ تلغراف يا بيه سيادتك. تلغراف؟ في وقت زي ده؟ هيبقى من مين التلغراف ده يعني؟ احضر حالا العزبه في خطر. وريني يا عمي وريني. يمكن الميه غرقت الارض ولا القفل اتحرق يا عم ولا الفلاحين سرقوا البهايم. طب وبعدين ايه العمل؟ ايه حضرتك لازم تسافر دلوقتي حالا. ايوه يا عمي لازم تروح تطمن على العزبه. ايوه عندكم حق، لازم اسافر حالا علشان اطمن على العزبه. انا هسافر بالعربيه انما العريس. طب اسمع بقول لك، اما يجي العريس تعزموه على الغداء وعايزك تكوني كويسه معاه جدا. مفهوم؟ حاضر يا بابا. تقابلوه كويس وتحترموه وكل حاجه وتقولوا له استناني انا راجع تاني حالا. حاضر يا بابا. ايوه
محاسب. نعم يا عم. انا عايزك تخلي بالك من امينه. ما تخافش يا عم. مع الف سلامه يا عم. العزبه في خطر. اما فكره التلغراف دي فكره مدهشه انشبكت عليه تمام. مش قلت لك ان دي احسن طريقه نبعدوا بيها عن البيت ساعه العريس ما يجي؟ والحمد لله ما شافش الختم، كان الحكايه ما نفعتش. اصل التلغراف لما بتبقى فيه اخبار مزعجه ما تخليش الواحد ياخد باله. ودلوقتي حضرة العريس المحترم هيشرف، وحضرتك هتقابليه بصفتك العروسة صاحبة الصورة. وانتي هتروحي فين؟ انا هروح عند جيران وانتي بإستفلي معاه. اطمني، ده انا محضرة له مفاجأة هتخليه يهرب من الجواز الى الابد. اجري 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 وديني يا عم وصلني وصلني يا عم وصلني. قال ده يلا شيل معايا شيل. يلا امال اديني لبس القصر اللي هناك دي. ناويني البتاع الصدغ دي. اوعى تتحرك يا اسطي. اوعى تتنقل من هنا. يلا يلا جاك صدغليم. يلا جاي وراك اهو حالا. يلا بالخطوه السريعه. يلا امال يلا امال يلا يا ذكي. انت سلام عليك. خد يا ولد خد يا ولد خد خد يا جماعه خد واقف متنح كده ليه؟ خد بقى خد يا شيخ شيل كده. انت عايزين مين؟ هي دي مش لجنة السيد عمر والد الست أمينة؟ ايوه هي. سلام عليكم. وعليكم السلام. لك حضرتكم مين؟ حضرتنا مين يعني؟ ما انتش عارفنا ولا يعني ما عندكش معلومية بتشريفنا ولا ما انتش شايف على وشي علامات تؤهل علامات جواز؟ جواز؟ وحضرتك العريس؟ امال العروسي؟ طبعا عريس. ما شاء الله. وحضرتك؟ حضرتي ملحق العريس. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلوا. خش يا ولا خش. حصلنا يا جدع انت بالعسل والقصب على القاعي. حاضر. يا بهية وخبرني يا ابويا علي يا الله يا سيدي. الله يصيبك مليح. طيب قاعدين؟ حط لبشة القصب على الكرسي. مقام اللبشة من مقام صاحبه. حاضر. جاك خابط. خد هنا يا قاري خد. نعم. مقام البلاص من مقام صاحب. ريح البلاص على الكرسي ريح. حاضر. قبر ياخدك. علمت فين انت؟ ريح يلا ريح. اهو كده القلياطه والا فالة. قطعتك قطعتك. وليد اهلا وسهلا بعروستني. أنا مش العروسة. أمال أنت بتبقي إيه؟ أنا الخدام. يا لهوي. تحبوا تشربوا إيه؟ طعمي رحيم. وأنا أحبها على الريح. يا لهوي. صلاة النبي. أموت أنا بالريح. اهلا بيكي. اهلا اهلا. كف رجالي. ايه مال الخير كده ليه؟ دورك يا ولا سلم. يا مرحب كده يا مرحب. اهلا اهلا. ايه ده؟ لخبطتوا لي شعري خالص. سلمي شعري. ده ماخده اصل سلو بلدنا سلموا بالشكل دي بقى. انتوا انستونا خالص. الله يقنسك. يا مرحب كده يا مرحب. ايه ده يا ماما؟ الله انتوا فاكريني رجاله؟ ما هي ما تفرقش كتير يعني. الله يسلمك. الا
الا مش حضرتك الا ايوه الا الا اللي ما تتسماش. ايه ده اللي ما تتسماش يا حضرتك؟ هو ما فيش حد قال لكم على اسمي؟ ما هو بصراحه كده يا واد وزيل، انا ما اقدرش اناديلك باسمك الا ما تبقي على ذمتي. ما الاصول عندنا في البلد بالشكل دي. وحياتك عندي دي بلاش اسيه امال، وحيات شنب ابويا هو ده العريس. بقول لك انا دي كل واحد فيكم عمال يلزق الجواز لزميله ليه؟ هو انا بابا ولا انا وحشه ولا توم ولا يعني مش قد المقام؟ كشر يا مزمزين، قطع لسان اللي يقول عليك هكذا ولا هكذا ولا هكذا. حد يقدر يعف المحاصن الفتاكه دي؟ سلامات. ايه ده؟ هو كان سلام سلام سلام؟ ايه ده؟ بيقولوا في المثل كتر السلام بيقل المعرفة. كيدي طب سلامات 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 سلامات. قولولي يا فريد، مش قبل ما تيجوا من هنا شربتم خمرة؟ هو كان الواجب نشرب بوظة. معلوم الواحد قبل ما يصطبح بخلقتك لازم يتبنك بينجو كلي. قلة الأدب دي يا لوح انت وهو، قصدكم تقولوا عليا انا وحشة؟ حد يستجري يقول لي الشمس جاتك القرف في هيئتك، ولا يقول لي الحلويات جاتك البلا في جتتك، ولا يقول لي الغزال يا بيع على فورمتك. يا دهويتي على فورمتك، يا روحي على تقاطيعة اللي تقطع القلب. ولي واخد بالك من الخدود عاملة زي الصفيح المصاب ده؟ هي شايف العيون زي المسامير الجباجيبي والنام. اتفضل يلا خد الزباله اللي انتوا جايبينها دي وعلى بره دغري. اهدى 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 يا واد وزيل، انت بتطرديني؟ ايوه الحمد لله جات منك. يلا بينا يا والي. يلا بينا ازاي يا بيه؟ انت ازاي ما زلت تطردي عريسك؟ مش عارفه ان هو هيبقى نصك الحلو وانت نص الوحش. اخرجوا بره حالا دلوقتي. هو انا كنت اتجننت علشان خاطر اتجوز جحش زي ده؟ انا لك حال. هو معقول صحيح ان الجحش يتجوز جحشي، انما مش معقول انه يتجوز غوريلي. ايوه. يلا بينا يا علي. يلا يا شيخ يلا. الواحد يتجوز جاموسه ولا يتجوزهاش؟ يلا يلا نهارك زي وشك. نهاركم مزفت. يبقى برضه زي وشك. احب المال بنا بروز. يا لهوي. يلا بينا. استنى شويه ونام يا جرع. بطل باجة. استنى بس شويه ونام. بطل بقول لك. يلا باجة. يلا بقى. خدت بالك من ذلك الذي كان في الشباك قدامنا؟ خدت بالي قوي. انا مش متعطع من هنا. نعم هترجع ابليس تاني. يلا بينا، ما صدقنا خلصت من شبكة ابوك. يلا بينا. عندك حق، ابقى ارجع لها وقت تاني على رواقة. استنى معك قلم. قلم هتعمل بيه ايه؟ هسيب كارت للسيد عمر ابو العروسة. حضرت لتقديم الشبكة للعروسة ولكنها رفضت الزواج وطردتني شر طردة. زكي بيه. بيه اسمع فندم، من فضلك تبقى تسلم الكارت ده للسيد عمر. حاضر يا فندم. السلام عليكم. حزني يا اختي. يلا دق يا اختي. تدوني الشايب ليه؟ انا وحشه ولا ايه؟ 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 تدوني الشايب ليه؟
الشياكة. جت شياكة ممتاز جدا. نعم. المهم على فين؟ رايح لها. هي مين؟ البنت اللي شفناها على سلالم بيت العروسة. انت لحقت تعلقها؟ لا 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 ما حصلش. انما لازم اشوفها الليلة دي ولازم هكلمها الليلة دي. ايه هو اللي لازم؟ لازم هي تلاقيح جتت دي بان عليها بنت جامدة ما تعرفش تاكل بعلاقة حلاوة. اسمع يا منير، انا مش هيجيني نوم الا لما اشوفها الليلة دي. طب وهتشوفها ازاي بقى؟ هتروح تخبط على باب شقتها وتقول لها والنبي حبيني يا انسة؟ لا وحياتك، هروح بكل تقل وبكل لطافة وبكل ادب واخد لي لفتين كده حوالين بيتها، يمكن تكون بصة من بلكونة بتكلم واحدة صاحبتها من شباك حاجة زي دي كده. باي باي. الو. ايوه يا عادل، انا امينة. ما تخافش انا جاي لك حالا، اصل بابا مش موجود. باي باي. والله يا امينة انا مش مطمنة لسعادل بتاعك ده ابدا. ليه بس؟ ده شكل لطيف وظريف خالص. يا سلام. باي باي. سيبيني انا انوت لأنك ليه بقى يشخط وينطر فيا. حياة. الحمد لله على السلامة يا بابا. مفيش سلامة. ألف سلامة يا أنكل. أهلا. أنا قلت مفيش أهلا. تقدري تفهميني يا سليلة الحسب والنسب إيه معنى الكلام اللي موجود في الكارت ده؟ بتاع مين الكارت ده يا بابا؟ بتاع مين؟ بتاع العزبة اللي طيرتيها من إيدي، بتاع العريس اللي هزقتيه وخليتيه خرج من هنا وقفاه يقمر 100 رغيف. ده شكله غلط خالص يا بابا، ده انت لو شفت زعزع القصب اللي كانت ماليه الصالون ولا اول الدوره اللي عمال ينحت فيها زي الجحش اللي مفطوم جديد يا عمي. بس بلاش اللي تحيا منك لها، فيها ايه لما ياكل دره؟ فيها ايه لما يمص قصب؟ صحه كويسه. طب ما فاهميني هنا حضرتك متطقمه ورايحه على فين؟ معزومه عند واحده صاحبتي. من هنا ورايح مفيش خروج. انت خليتي اسم العيله ما يستاهلش ثلاثه تعريفه. لكن انا وعدتها يا بابا. انا قلت مفيش خروج يعني مفيش خروج. لكن انا امشي انجري على اوضتك اتخمدي. انجري على اوضتك ومن غير ما تهزك تافك ومن غير ما تمدي ومن غير ما تعملي. انا حريك. انا حرفتكم. انت سكت عليها بالمفتاح؟ طبعا سكت عليها بالمفتاح. امال مش عايزين اسك؟ ما اسكش يعني. جنسك ايه؟ وخارجة من الشباك بتسحبي على السور زي القطط ليه؟ أنا واحدة ساكنة في البيت ده. واحدة ساكنة في البيت ده ولا واحدة كانت بتقشقش اللي في البيت ده؟ أنت لازم حرامية. أخرس. أخرس إزاي؟ ده أنا هزعق وأصرخ وأصحي أهل البيت كلهم، أنا هوديكي في داهية. أعمل معروف وطي صوتك ما تزعقش. أنا هوديكي في داهية. أرجوك تسيبني، أنا لا حرامية ولا حاجة، أصل الحكاية. أيوة أنا عايز أعرف أصل الحكاية. أصلي كنت متوعدة الليلة دي معاه. مع مين؟ قولي أوام. مع واحدة صاحبتي، لكن أهلي حكموا رأيهم إن أنا ما أخرجش ودخلوني أوضتي وزكوا عليا بالمفتاح. شيء جميل، رحت أنت خارجة من الشباك. تمام، سيبني بقى عشان اتأخرت على ميعاد صاحبتي. سيبك ده ايه يا اخي؟ ده ايه ده؟ انت فاكراني صدقت الحكاية دي ولا ايه؟ اسمعي. لا 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 تكذبي. ارجوك ما تزعقش. انت عايزاني ما ازعقش؟ ما تروحيش لصاحبتك. ازاي بقى؟ ده انا كنت بنط من الشباك وامشي على السور وعرض نفسي للخطر عشان ارجع تاني فوق. ومين قالك ترجعي تاني فوق؟ خليكي قاعدة معايا تحت. يا اخي انت طلعت لي منين؟ انت انس ولا جن؟ اوعى بقى ما تعطلنيش. ايه هتمشي؟ ايوه. يا اسكت ما تفتحش بقك ارجوك، بلاش فضايح وخليني امشي من سكات. ما اقدرش، حكايه صاحبتك دي مش داخله عقلي ابدا.
انا ضميري حتم عليا اني ازعق وصحي اهل البيت. الله ينكد عليك وعلى ضميرك يا اخي. حل عني بقى وروح لحالك. انت عايزاني اصدقك ولا ازعقش؟ ايوه. اوصلك بعربيتي لحد بيت صاحبتك اللي انت رايحه لها وارجعك تاني لحد هنا. افتكر مش ممكن حوافق. وافتكر انا كمان مش ممكن حسكت. يا اخواتي انا كنت استبحت بوش مين النهارده؟ قدامك دقيقه واحده علشان تفكري فيها والا هزعق. اتفضل قدامي اتفضل عشان توصلني. شش وطي صوتك لحسن فوق يسمعوكي. اتفضلي. انا عارفه ليه ما اخترعوش حاجه زي الفليت اللي زيك. كويسه. يا دمك تقيل جدا. متشكر. انت زعلتك مني بقول دمك تقيل؟ يعني احسن. على كل حال انا ما يهمنيش زعلك. ثم انت كمان قلت عليا حراميه. انا غلطان. انت مش حراميه، انت خطافه. خطافه؟ انا خطافه؟ ايوه خطافه. خطفتي قلبي منه يا سم. ايوه كده اشتمي ارفعي التكليف. شيء بارد يا اخي. انت تعرفني قبل كده؟ والله انا بيتهيألي لاني بشبه عليك يا مدموزيل. شبه علي انا؟ ايوه انت بعينك. يا سلام يا سلام على ده يوم. يا سلام. يوم ايه؟ يوم ما شفتك. وايه رأيك بقى ان انا عمري ما شفت خلقتك قبل كده؟ غريبة. يا سلام الخالق الناطق انت. لا مش انا. تسمح بقى تقدم لي خدمة؟ تحت امرك. انك تسوق من غير ما تتكلم ولا كلمة؟ مش ممكن، لان من سوء حظك ان انا غلباوي. طب فرمل ونزلني. برضو مش ممكن، لازم اوصلك للحتة اللي انت رايحاها. طب اطلع على كزم الشجرة من غير ما تفتح بقى. من عيني الاتنين. متشكرة قوي. العفو. الله، انت رايح فين؟ وانت رايحة فين؟ انا حابل واحدة صاحبتي. وانا كمان حابل واحدة صاحبتي. مين؟ الشجرة. يسليم. And I just gave her one of these looks and I said, baby, I love you. I want you. And get out! And they're all dead. Hello. 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 Hi. I love you. وزل ايدك اقطع ايدك. Who is this Dracula? Who are you? Son of Zorro? Son of Spartacus? Son of Tarzan? Son of Hamedo? Who are you? I am the son of Khalita. Khalita? Anna. Shut up! Look here, young man. The honor of a girl is like a box of matches. If you strike one, no girl. No girl. Son of Khalita. Apologize. Thank you. Apologize. You may go. Gilda. Ali. Saddali. Adi. أنا لسه ما شفتش مصيبة زي حضرتك. أنت ابن خالتي؟ هو بالعافية. لا مش بالعافية، إنما أنت بنت خالتي ولا ابن خالتك. بنت خالتك منين بس؟ يا مدموازيل أنا حر، أنقي الخالة اللي تعجب. تسمح لي أقول لحضرتك إنك ما عندكش ريحة الأدب. على فين؟ رايح أعتذر لعادل خطيبي على قلة ذوقك. طب وأنا؟ أنت تتهوى. حاضر هتهوى. إنما تعرفي هخرج من هنا هروح على فين؟ على فين يعني؟ هستناكي قدام باب البيت لحد ما ترجعي وافضل ازعق واصرخ لحد ما اصحي السكان كلهم. انت حرامي وسافل. لا من فضلك سافل ايوه، انما حرامي لا. حرامي وستين حرامي كمان. حرامي ليه؟ حرامي ليه؟ عشان عايز تخطف واحده من خطيبها اللي ما تعرفوش وبالاكراه كمان. يا هانم انا بحافظ عليكي من الذئاب البشريه. من فضلك ادي الورقة دي لعادل بيه اللي قاعد على البار. حاضر يا فندم. شكرا.
افندم. انا عادل بيه اللي قاعد على البار. حضرتك؟ يا خسارة، وصلنا أوام. الحمد لله عشان أرتاح من وشك. كانت ليلة بديعة. كانت ليلة سودة. من فضلك يا مدموزيل، دقيقة واحدة، دقيقة واحدة من فضلك. وبعدين معاك في ليلتك المهببة دي. شش، وطي صوتك لا يسمعوكي. هشوفك إمتى يا ميماي؟ بونجور ورحمة الله وبركاته. النشاط ده كله يزاك على الصبح. أصلي مبسوط النهارده شوية. مبسوط؟ لا، لازم في أخبار جديدة. أخبار؟ اسمها ميماية. ميماية؟ هي مين دي؟ البنت اللي قابلناها امبارح. الله، أنت مين قالك على اسمها؟ الله. هي؟ آه زكي. إيه؟ أنت قابلتها؟ قابلتها وكلمتها واتفسحنا سوا بالعربية وسهرنا. في المنام؟ لا، في كازينو الشجرة، وبعدين روحتها بيتهم. أنا في عرض الشياطين الزر. طب ولبست الدبلة؟ لا، ما حصلش. لسه في شوية عقبات. إنما إن جيت الحق يا منير، دي بنت تختلف عن البنات اللي عرفتهم قبل كده. إزاي؟ تصور إنها نزلت فيا شتيمة من الساعة 10 لحد ما روحتها بيتهم. عال، ما ضحكتش في وشي ولا ضحكة واحدة. عال عاملتني معاملة سيئة جدا. تصور انها ضربتني. ألم؟ فشر. ألمين. عال جدا. ايه هو العال؟ حضرتك مبسوط قوي منها هزقتني؟ طبعا مبسوط جدا. انا مش قلت لك نسيبك تقع في واحدة تخلص من جدتك القديم والجديد؟ استلم بقى يا حلم، دي بقى اللي هتنشف ابدانك، هتعصر قلبك زي الطماطماية. ده بيتهيألك. أنا وراها لحد ما أخليها تسلم وتلبس الدبلة. ما افتكرش، ما دام أول مقابلة حصل فيها كده مش معقول تخليك تشوفها تاني أبداً. بالعكس، وحياتك عندي بالعكس. ده أنا هشوفها تاني وتالت ورابع وخامس. يا ساتر يا رب، ده أنت جن ومعاك المستندات كمان؟ لا يا عم، أنا مش فضيلك، أنا عندي شغل. أنت راجل. هلو هلو، من فضلك اديني مدموزيل ميماية. تليفون علشانك يا امين. علشاني انا؟ الو. هلو ميماية، انا عادل، ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. تعرف يا عادل، انا ما كانش عندي امل ابدا انك تكلمني النهارده بعد اللي حصل امبارح. وهو معقول ما كلمكيش يا حياتي؟ انا فعلا زعلت. ده عاملني معاملة بطالة خالص. تعرفي لو ما كانش قريبك أنا كنت خليت وشه عجة. متأسفة يا عادل، لما هقابلك الليلة دي هقولك على كل حاجة. تعرفي يا ميماية، أنا ما شفتش النوم ليلة امبارح، وكان نفسي أكلمك في التليفون، لكن خفت أطلبك في النمرة دي لأنها عند الجيران. المهم، هنتقابل فين الليلة؟ في كازينو الشجرة يا حبيبي. أوربوار. Twist, hola, taho wahila, taho wahaluela, taho wahila, taho wahaluela. Taho wahila, taho wahaluela, el cuenela, taita el novela, por lo tuvelua, este tuvela, anone papita paele. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ قلبي جاك وجع قلبك. اتفضلي. تعرف انا نفسي مفتوحه موت ان اضربك قلم كمان. وماله؟ ضرب الحبيب زي اكل البلوبي. يا اخي انت ضايقتني، سيبني اعمل معروف. اسيبك ازاي؟ ازاي اسيبك في محل لوحدك زي ده؟ لا، انا مش لوحدي، انا جايه اقابل خطيبي. بتضحك على ايه؟ لا ولا حاجه،
بس بقول يعني اتفضلي معايا احسن. ولما شفنا سوا يقول ايه؟ ما هو مش هيشوفنا، لاني انا اللي كلمتك امبارح مش هو. انت اتحدفت عليا من انهي داهية؟ انا ما اتحدفتش عليك، انت اللي اتحدفتي عليا من الشباك. كانت صدفة زي وشك. جميلة ها؟ مهببة. الله يحفظك. تسمح تقول لي ايه اللي خلاك عملت كده؟ ما كانش فيه طريقة تانية علشان اشوفك الليلة ده. طب تسمح بقى تخليني اروح؟ لا، مش ممكن اسيبك تروحي لما تفهميني على حقيقتي. انا حبيتك من اول قلم ونفسي اتجوزك. تسمح من فضلك ما تورينيش وشك تاني؟ ليه؟ كده خلاص يبقى الوداع، وتقدري تقري الفاتحة على روحي من دلوقتي. ليه؟ لاني حموت نفسي، حشرب ازازة قطرة، واذا كنت تحبي تيجي تعزيني عنوان عمارة ليبون الدور الثاني شقة 21. يا حرام. طب سعيدة بقى. سعيدة بقى. طيب واخرة عمايله دي ايه؟ انا عارفة، بيقولوا انه هينتحر لو ما اتجوزتوش. يو جاتو خيبة. طب مادام مصمم على الانتحار يجي يتجوزنا؟ على العموم انا قلت له ان انا ما بحبوش. الو. هلو مايا. بقى اسمع يا جدع، انت خلي عندك دم وابعد عني بقى. ابعد عنك؟ ابعد عنك ازاي؟ انت عارفه اني مش ممكن ابدا استغنى عنك. العب غيرها ما انكشفت. وكمان لازم تفهم حاجه، ان انا مخطوبه لواحد غيرك ومحبش اشوف وشك. جاتك دهيه. ايه ده؟ حرام عليك، انت ليه بتعملي فيه كده؟ امال يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ احب اتنين لازم كنت اكلمه بالطريقه دي عشان ما يتكلمش تاني. ما تيلا يا عادل، انت مش هتنزل ميه ولا ايه؟ هلا مالك مبلم كده ليه؟ بس يا جماعه، انت ضربت رصاصه في القلب. يا خبر، ومين اللي ضربك؟ هي ميمي ميمايا. وضربتك فيني يا حبيب؟ بالتليفون، قالت لي انها بتحب واحد غيري ومش عايزه تشوف وشي تاني. يا خساره، طارت من ايدك العزبه يا حلو. لازم عرفتك انك منظر عليها عشان فلوسها، فكرهتك وحبت واحد تاني. أرجوكم، وأنا بتاع فلوس يا جماعة؟ تكراني في 24 ساعة ازاي؟ انت كنت بتحبين حب جنوني. أنا هتجنن، خطأ، هتفلس. أي يا إيدي زنوني، محدش يحوشني. هنتحر، هموت نفسي. وحشوني. جود باي مستر شيب. فيرويل تو أرم جون وذ ذا ويند هيفن شيل نو. اسمع، انت عايز تنتحر ليه؟ عشان حبيبتي سابتني. Gone with the wind. وتضايق نفسك ليه؟ انت مش عاوزها ترجع لك غرقانه في دموعها؟ يا ريت. غزة افلقها، خليها تغير عليك. ازاي؟ انشر في الجرنان انك خطبت واحده غيرها وهي تتجنن. فكره مدهشه. بس مين هي دي اللي حاول اني خطبتها؟ مين يا حبيبي؟ أنا مستعدة أعمل أي حاجة تساعدك. الله يخليك، أنت تستاهلي تمثال والله. يلا بينا على الجورنال. إيه أنت لسه بتاكلي رز مع الملايكة؟ أمينة أمينة. ها. قومي قومي. إيه؟ شوفي. اقري في إيه؟ شوفي. إيه؟ اقري هنا. تمت أمس خطبة الوجيه عادل صبري على الراقصة أفكار رشدي في حفل جمع أصدقاء العروسين، فبالرفاء والبنين. شفتي الخاين قليل الأصل؟ وإيه العمل يا محاس؟ هم كده الرجالة طول عمرهم غدارين. أنت نسيتي التاريخ ولا إيه؟ مين اللي خلى كليوباترا يا عين أمها تنتحر وجابت الحي قراصتها في قلبها النونو ده؟ مش اللي ينشك في عينيها أنطونيو؟ طب وبعدين؟ أنا عقلي حيطير. أنا لسه بحبه يا محاز. خلاص، أنت كمان غزيشة عوطيفة الفيليه. إزاي؟
اعملي نفسك انك مخطوبه لواحد غيره، وهو لما يشوف كده هيجي يندلق تحت رجليكي ويقول لك التوبه بعد النوبه. فعلا انا لازم اجننه، لازم افلفله. لكن مين؟ اي واحد ولو بالاجره. اسمعي، ايه رايك في الجدع اللي بيستناكي كل يوم تحت الشجره قدام البيت؟ وتفتكري هيرضى؟ ما يرضاش ليه؟ ده يتمنى يقضي معاكي كل ساعه وكل دقيقه. تعرفي عنوانه؟ ايوه. خلاص يلا روحي له. شقة الأستاذ زكي؟ أنت عايزة زكي مين؟ زكي ليشع ولا زكي رياك ولا زكي مرقص؟ لا أنا عايزة زكي اللي بيسوق العربية. طب نقول له مين؟ أمينة. أمينة؟ هو حضرتك أمينة؟ أيوة. أهلا وسهلا، أهلا اتفضلي. ثانية واحدة. أهلا اتفضلي هنا يا فندم. إيه؟ بص. مش معقول. منير. إيه؟ أنا صاحي؟ آه صاحي. لا أنا بحلم، بحلم حلم جميل. أنت صحيح عندي هنا؟ أيوة أظن ما كنتش منتظر كده. ده أنا أنتظر إن القمر ينزل من السما ويروح معايا السينما، لكن ما أنتظرش إنك تيجي عندي أبدا. يعني ما اتضايقتش من حضوري كده فجأة؟ أتضايق؟ ده أنا أسعد راجل في العالم. نعم في الحقيقة أنا عايزة منك خدمة. خدمة واحدة؟ مليون خدمة، دي شليون خدمة. أنا تحت أمرك. طب اتفضل استريح. حاضر. ما تقعد هنا. لا كده كويس. وبعدين معاك، تعال. ما كده كويس. قولي. نعم أنا عندي وظيفة علشانك. وظيفة؟ وهدفع لك أجرتك. كويسة دي. أنا بكل أسف ما ينفعش في أي شغلة. ليه؟ لو كان الشغلة حسابات فأنا آخر واحد يفهم في الحسابات. مش هتحسب. أمال هعمل إيه؟ هترقص. هرقص؟ أنت مش بتعرف ترقص. أيوة بس هرقص مع مين؟ معايا. ده أنا أحسن رقص في الدنيا. تعالى نعمل بروفة. مصدقاك مصدقاك. وبتعرف تغازل كويس؟ هو أنا فالح إلا في كده؟ مون استوار سيل استوار دول بعدين مور. بعدين. إنما تسمحي تفهميني وظيفة ايه المشخلعة دي اللي كل مؤهلاتها الرقص والمغازلة؟ ما انا جاية لك اهو. انت عارف الشطة بتعمل ايه في البق؟ بتلهلبه. اهو انت هتكون الشطة. انا هكون الشطة؟ امال مين اللي هيكون البق؟ عادل خطيبي. جاتو داهية تاخده. هي خدته داهية فعلا. صحيح. الله يبشرك بالخير. الله يرحمه. ما ماتش. الله يخرب بيته. امال الدهية خدته تعمل بيه ايه؟ هتتجوزه. وكلام في سرك، انا بحبه. اهو ده عيبك. انا ما كنتش اتصور ابدا انه ممكن يخون حبي، لكن النهارده الصبح قريت في الجورنال انه خطب واحده غيري، البنت اللي بترقص في كازينو الشجره. قصه عليها الله يخيبه، ما عندوش ريحه الذوق. هي جايز تكون ست كويسه، انا مش حقد عليها. هي انا متغاظه من السافل الخاين عادل، اصلي لسه بحبه. اعملي معروف، ما تقوليش انك بتحبيه. اعمل ايه؟ الحب بلا. بلا؟ جاتو ستين بلا. وعايزان اعمل فيه ايه؟ تنتقم لي منه. بسيطة. تحب اخنقهولك ولا ادوسهولك بالعربية؟ لا لا لا، اعمل معروف، اوعى تعمل كده. اصلي لسه بحبه. يوه يا مادموزيل، من فضلك ما تقوليش انك بتحبيه تاني مرة قدامي. معلش، علشان خاطري استحملني. حاضر مستحملك. وعايزانا انتقملك منه ازاي؟ تبقى خطيبي. بس بصراحة يا مدموزيل ده احسن انتقام ممكن. عن اذنك دقيقة واحدة. على فين؟ هجيب دبلة الخطوبة. ملهاش لزوم، انت مش هتكون خطيب بصحيح، خطيب كده وكده. كده وكده يعني ايه؟ ايوه، وهتاخد كل اللي انت عايزه. يا مدموزيل ارجوكي ما تجرحيش احساسي اكتر من كده. فلوس ايه اللي هتدفعيها لي؟ يعني هتشتغل ببلاش؟ انا يسعدني ان انا اقدم لك اي خدمه. يبقى خلاص اتفقنا؟ خلاص اتفقنا.
وهستلم الشغل امتى؟ من الليله دي الساعه 10 في كازينو الشجر. اوعى تنسى. انسى؟ ده انا لو انسى كل شيء في الدنيا مش هنسى ميعادك انت. شكرا قوي، عن اذنك. مع السلامه. امال ايه اللي عمى قلب عادل وخلاه يعمل العمله السودة دي؟ وكمان جايه ترقص جنبي، مش كفايه لطشه مقصوفه الرقبه خطيبي؟ انت بتغيري منها؟ ما شرط، الواحده ما تغيرش غير من اللي احسن منها. امال احنا جايين نغيظه ولا نتغاظ احنا؟ انا متهيألي اقوم اقطم رقبتها. بتسقفلها؟ لا ده انا كنت بسقف للجرسون عشان يجيب قله اكسرها وراها. قوم نرقص. Thank you.
عشان نغيظه. بس مالكش حق تبوسني بالشكل ده. خلينا اشوف شغلي. وغزني هو وقعد يرقص مع البت بتاعته طول الليل ولا سأل فيا. وبعدين؟ ولا قبلين. انا كرهته خلاص يا محاسن. لا مش معقول. مش معقول ازاي؟ انا مش وشي كده. انا عايز اتجوز انسان يصوني وصونه، مش انسان تافه يلعب باعصابي. على فين يا امين؟ هروح لزكي اشكره على التعب اللي تعبه معايا امبارح. اهلا وسهلا. تسمح لي اكتب؟ اتفضل. خطوه عزيزه. ميرسي. ما تتفضلي استريحي. في الحقيقه انا كنت جايه النهارده عشان اقول لك انت صرفت كام لما اشتغلت عندي في الوظيفه اياها. لما اشتغلت طرطور يعني مش كده؟ العفو يا زكي بيه، معاش اللي يقول عليك طرطور. قول لي. نعم. صرفت كام؟ والله أنا صرفت نظر. بتتكلم جد؟ جد أوي، أمال بهزر؟ أنا إنسان استهانم، عندي كرامتي فوق كل شيء. الحقيقة أنا كنت جاية عشان أقول لك حاجة مهمة خالص. عايزة إيه؟ اتفضلي. عايزة أقول إن أنا قرفت من الجميز وعايزة آكل كمثرى.
والله مع الأسف الكمثرة جبرت يا استهان. قصدك تقول إيه؟ قصدي أقول إن الكمثرة اللي ما كانتش عجباكي عجبت واحدة غيرك خلاص وخدتها. واحدة غيري؟ أيوة موجودة عندي في الأوضة دي. يا خسارة، أنا عارفة إني ألمتك كتير في شعورك وعواطفك، لكن أنا كنت عامية وفتحت، قدرت أتخلص من السجن اللي أنا عايشة فيه. قصدك إيه؟ قصدي أقول إني مستعدة أكفر عن كل إساءة وجهتها لك وأكرس حياتي لك وحدك. يا خسارة فرقت بنت. أصل البنت اللي خطبتها عصبية جدا ونظرها ضعيف وبتحبني موت. طيب أمشي أنا بقى. لا استني برضو أما أشوف. أنا هخش لها وأتفاهمها على فاس الخطوب. أهلا حبيبي، اتأخرت كده ليه يا روحي؟ مفيش حاجة اسمها اتأخرت ولا ما اتأخرتش. شوفي بقى يا جولفيدان هان، الجواز زي ما أنت عارفة اسمه ونصيب. أيوة. وأنا كنت خبيت عليكي إن أنا بحب واحدة ويعني الحقيقة لازم نفسها خطوبتنا. يا ندمتي بتقول إيه؟ تفسخ الخطوبة؟ أقتلك وقت نفسي، أشرب سم قبل عسبرين يا خايف. أيوة تضرب، اضربني، موتني، إن شاء الله حتى تعمل فيا إيه مش هسيبك، برضه بحبك. يا ستي زي ما سمعتي حاولت معاها. الله، راحت فين؟ أمينة! أمينة! منير! أيوة يا روح. روحي أنت آخر! هي مشيت! مشيت الحمد لله، نفذت بجلدها. لا مش ممكن يا منير، مستحيل. أيوة أنا مستحيل. أنا ما أقدرش أستغنى عنها أبداً، ده أنا بس كنت بعمل لها امتحان وأنا اللي سقطت في الامتحان يا منير. أمينة! يا أمينة! 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 أنا نزلت على السلم. أمينة! 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 أمينة حبيبتي، أنت صدقتيني، أنا كذاب وحياتك، أنا ماليش حد غيرك أبداً. لا يا شيخ، والبنت اللي كانت قاعدة تصوت وتقول إنها هتبلع 10 أنابيب أسبرين، راحت فين؟ موجودة، ملكتي ومال خطيبي. يا غشاش، كده تخدعني وتضحك عليا وأنت بتحب غيري؟ اخص عليك وعلى أصلك. غور من وشي، كنت هتوديني في داهية. تعالي يا حبيبتي. أمينة، إحنا لازم نتجوز. أيوة، لكن أنا ما أقدرش. ليه؟ أهلي مش هيوافقوا، عايزين يجوزوني بالعافية لحتة لوح شكله يسد النفس. ما أنا زيك، أهلي برضو عايزين يلزقولي عروسة. الله لا يحكم على عدو ولا حبيب. عفريتة، جنية، غوريلا. طب وإيه العمل؟ اسمعي، أنت مش موافقة على إنك تتجوزيني؟ أيوة. خلاص، وأنا كمان موافق، يلا بينا على المأذون. لا خليها لبكره عشان ارتب نفسي. ليه؟ معلش يا زكي. طيب يا ستي امرك. عن اذنك احسن انا اتاخرت. وده معقول اسيبك تمشي لوحدك؟ لازم اوصلك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، دي خطوه عزيزه. هنستو شرفني. الله يشرف بقدارك. انما ده مش اسمه كلام. اجي من البلد لحد هنا وفكري انكم اتفقتم على ميعاد كتب الكتاب وبعدين الاقي كتاب ولا حبات. طب بس روق، لازم ابني زكي مش قد المهام. استغفر الله، ما تقولش الكلام ده. ده انا بنت تتشرف لما تتجوز ابنك. انما اللي حصل والله العظيم ان ابنك جه هنا مره واحده وانا ما كنتش موجود وبعد كده ما شفناهوش خالص. ازاي الكلام ده؟ ده اللي حصل. انا هقوم اجيبه على ما انا وشه. طب بس روق روق وهدي اعصابك وما تتنرفش. ولو لف الدنيا كلها هيلاقي بنت زي بنتك. استغفر الله استغفر الله. اسمع يا سيد عمر. افندم. عندك مانع نكتب الكتاب النهارده؟ أوي أوي أوي. خلاص على خدة الله. احنا دلوقتي هنستأذن وبعدين مش هنرجع هنا تاني الا وهو معانا. عادي انا في الوقت دوت هنفذ كل لوازم الفرح. خلاص يلا بينا يا رجاله. يلا الف سلام. السلام عليكم. بس روق، انا مش عايزك تكون تعبان. روق ده يا محاسن. محاسن ايه؟ تعالي هنا قولي لي ايه. انت كنت فين يا امينه؟ كنت فين؟
خاطفين. خلاص خلاص خلاص. ايه النهارده اتشطرت عم؟ اقول لك النهارده النهارده ايه هيحصل؟ ايه النهارده؟ كاتب كتابك. كاتب كتابي انا على مين؟ على عريس الفلاح، على النايبه الثقيله. يا خسارة تعبك يا محاسن. مستحيل، ده كلام مجانين. ده كلام عقلين يا شاطرة. أبو العريس جه النهاردة وكلم أبوكي واتفقوا إن لازم يكون كاتب الكتاب اللي لادي. أنت فاهمة؟ اتفرجي شوفي أبوكي موضب الدنيا إزاي. يا أخي ده إهدى، أنا مش ممكن أضحي بهنايا وسعادتي أبدا. انصاف في الدنيا، اللي بيجي لها عرسان بالزوفه بتهرب منهم يا رب، والفدائيه اللي زيي انا مش قادر يتقدم لها ولا جدي حتى. اكيد اكيد الناس نظرها ضعف اليومين دول. سامحني يا والدي. امين. اماني معروفه بقيتي جواب ده لبابا لما يجي. ليه انت رايحه فين؟ ههرب، انا استحيل اتجوز غصب عني. ليه بس كده يا امينه؟ سيبيني يا محمد. يا ده الفضيحه يا اخواتي، يا ده النهار اللي زي بعضه. الله يا جه اليوم اللي كلامي ما يتقالوش قيمه عندك. انت ازاي تعرض في جوازك من بنت السيد عمر؟ يا بابا انت لازم ما شفتش شكلها. ايه؟ مالي شكلها؟ دي مزعجه جدا يا بابا. دي ما تنفعش تكون عروسة، دي بيخوفوا بيها العيال. انت بتقول ايه؟ الله، انت مجنون؟ بنت ممتازة وابوها عنده عزبة ممتازة، يعني لو كانت قردة تبقى حلاوتها في عزبتها، ولا ايه يا شمونير؟ ما هو يا عمي ايه؟ ما هو ايه؟ ما هو كلامك مضبوط جدا. يا بابا ايه؟ ارجوك تعفيني من الجوازة دي. انا خلاص اخترت العروسة اللي هتجوزها واللي هتسعدني في حياتي. الجواز يا بابا ما كانش فيه تكافؤ بين الزوجين يبقى جواز فاشل، ولا ايه يا منير؟ ما هو يعني ما هو ايه؟ ولا حاجة. ما فيش ما هو. الله، والله ما تم يتجوز الا العروسة اللي انا اخترتها لك. مستحيل يا بابا مستحيل. تقول ايه؟ انا اديت كلمة شرف للانسانة اللي هتجوزها واللي هتسعدني في حياتي. الو. ايوه. مين؟ مين؟ ازيك يا حياتي؟ وحشتيني قوي. بابا اهي عروستي. هي دي اللي انت عاوز تتجوزها؟ ايوه يا بابا. موريني. اسمعي، الجوازه دي مش لازم تتم ابدا، انت فاهمه؟ انت مش لابني وابني مش لابنك. ما تضايقوش. ما تضايقوش. ما تضايقوش. ليه عملت كده يا بابا؟ اخلص انت هتكتم. انت لازم تتجوز العروسه اللي انا اخترتها لك. وانا مش هتجوز اللي انا اخترتها لنفسي انا، وهتجوزها دلوقتي عند اقرب مأذون. ان ما كنتش هترجع انا هتبرى منك. انا اللي هتبرى منك ومن عمايلك حاجه تفلح. اسمع يا منير يا فندي. يا عمي يا فندم انا ماليش اي دعوه باي حاجه. الجوازه دي مش لازم تتم ابدا، فاهم؟ لا مش فاهم. تعال انا هفهمك. انت على فين؟ على جميع المأذين اللي في البلد علشان امنع الجوازه دي بكل الطرق الممكنه والغير ممكنه. والدي العزيز، يؤسفني جدا بأن أخبرك بأنني قد عزمت على تضحية كل ما أملك في سبيل سعادتي، وقد تركت المنزل اليوم وذهبت لأتزوج الشاب الذي اختاره قلبي وسيتم زواجي به اليوم. سامحني يا والدي. أمينة. يا نهار اسود، أمينة تعمل كده؟ أودي وشي فين من الناس؟ أودي وشي فين من الضيوف؟ أودي وشي فين من العريس؟ روق دمك يا عمي، ليجرى لك حاجه. مش ممكن اروق دمي ودمي مش ممكن يروق. الجوازه دي مش ممكن تتم، انت فاهمه؟ مش ممكن تتم. يكون في علمك انا هلف على كل مآذين البلد. بنتي لازم تتجوز ابن صابر بيه بس. حاجه تانية مش ممكن. ده كلام فارغ. يا اخواتي بقى ما فيش واحد ابن ستين حلال يجي يتجوزني. انا هفضل اتفرج كده؟ هو انا ايه، حديد؟ الاسم ده ما جاش عندي يا بيه. انت متاكد؟ اي نعم متشكر. اتشرب ينسونا حتى تهدأ اعصابكما؟ ينسونا ايه بس يا استاذ، احنا لازم نعقد العقد دلوقتي حالا. انا فهمت حضرتك ان العقد لا يتم الا بوجود شهود، ولا بد من وجود شاهدين اثنين. ما انا قدامك اتكلمت مع 10 من اصحابي مش لاقي ولا واحد فيهم. او النبي يا حضره المأذون ربنا يخليك.
امبوسيبل. كتبهم يا استاذ؟ لا لسه. الحمد لله. يلا بينا. استنى عندك يا خطيبتي. خطيبتك مين يا حرامي يا نصاب يا خاطف بنات الناس؟ تجوزك انت يا صعلوك يا شحات؟ تخليها تسيب عريسها اللي دوف رجله يستاهل 10 تنفر يستاهل 200 نفر زيك. يلا بينا قدامي قدامي. يلا انت شاهد يا استاذ؟ اي نعم شاهد. ولما انت شاهد يا اخي ما شهدتش ليه على كتب الكتاب من الصبح وخلصتني؟ جيري كري. استنى عندك استنى عندك امسكوه. هاتوا في العربية. انا مش ممكن اتجوز بابا ده عادة. هتتجوزها. انا مش هتجوزها. وبعدين معاك يا امينه بقى عيب بلاش فضايح. المعازيم مالين البيت بره. مش ممكن اتجوز القرد ده انا ابدا. انت حينوب كام من الفضايح بس؟ اهو قضاء اخف من قضاء. مش هتجوزه مش هتجوزه مش هتجوزه. هو جواز بالعافيه. مش هتجوزها مش هتجوزها مش هتجوزها. هتتجوزها غصب عن عين ابوه. لا ابوك ابوك. انت يلا بس ابوك. مش هنزل مش هتجوزها. ابوك ورايا. لا مش هتجوزها مش هتجوزها. انا مش عايز اتجوز. هو بعافيه مش عايز اتجوز. الله العروسه عيب بلاش فضايح. احسن. اهلا 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 وسهلا يا فهد العريس. ولا حاجه. كان عايز يروح مشوار ضروري جدا. انا جيت وخصم عندك. اهلا هتيجي العروسه. اهلا اهلا. مش عايز اتجوز. هو بالعافيه هو بالعافيه. ايه ده؟ مش عايز اتجوز. مش هتجوزها مش هتجوزها. انا قلت تعالي معايا علشان العريس يلبسك الشبكه. بلاش فضايح. المعازيم قاعدين في الصالون. مش هتجوزه مش قادره اشوف وشه. مش قادره اشوف. بلاش كلام فارغ. خلصك ده ما يطلعش ابدا. هتتجوزيه يعني هتتجوزيه. مش هتجوز. هتتجوزيه. اضحكي. انا بقولك اضحكي. تعال قدامي هنا بلاش فضايح. وقعت بالفخ. بص بص يا سيف عروس. مش هبص لها مش هشوفها. عريسه اهو اضحكي. ولا بص. انا مش عايز. انتي انت ممايا ذكي. هي دي اللي بتحبها؟ هو ده اللي انت بتحبيه؟ بالحاضر. توتة توتة فرغة الحدوتة حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة قوي.